لكن لو قال قائل: ماذا تقولون في حديث ابن مسعود عند أحمد وأهل السنن أنه قال: قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة إلا صائما، فما الجواب؟ الجواب أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وأحيانا لا يسردها، فلربما في جميع أحواله يعني ابن مسعود لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صادفه يوم الجمعة أنه كان صائما، ليس لتخصيص يوم الجمعة لا، ولكنه وافق صياما له صلى الله عليه وآله وسلم.